السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي أسئلة امتحان كيمياء للصف الثالث متوسط الشهر الثاني، أسئلة طلاب الحضوري 12/12/2024. السؤال الأول ألف، أين يوجد عنصر الكالسيوم؟ عنصر الكالسيوم أين يوجد وجود الكالسيوم؟ هياته هذا ماما صفحة 50، هذا تقرون وجود عنصر الكالسيوم، أين يوجد عنصر الكالسيوم؟ تمام؟ صفحة 50. أوكي؟ ما هو الاختلاف؟ هذا السؤال الأول باء. ما هو الاختلاف في الصفات العامة بين الزمرتين الأولى والثانية؟ هذا موجود يا مامي صفحة 43، هياته. باعوا شوفوا، هذا ترى مو عم بالكم ما تقرونه. ما هو الاختلاف في الصفات العامة بين الزمرتين الأولى والثانية؟ تقولون عناصر الزمرة الثانية أقل فلزية من عناصر الزمرة الأولى، طاقة تعيين عناصر الزمرة الثانية أعلى من نظيرته عناصر الزمرة الأولى بسبب نقصان الحجم الذري. أوكي؟ صفحة 43. زين، نجي على السؤال الثاني، ما هي خواص كلوريد الصوديوم النقي؟ وضح ذلك من خلال تجربة عملية. هذا موجود صفحة 48. هذا يا ماما خواص كلوريد الصوديوم، هو يريد شنو؟ خواص كلوريد الصوديوم النقي. هياته، ما هي خواص كلوريد الصوديوم النقي؟ هذا ضع بلورات، هذه من هاي التجربة صفحة 49. تمام. نجي على لحظة، اكمل ووازن المعادلات الكيميائية. أولا CO2 زائد NaOH. المعادلات الكيميائية CA، هذه صفحة أعتقد لحظة 46، صفحة 46 هياتها. CA قايل لك سي لحظة CO2 عندك صفحة 49 هياتها يا ماما. هذا CO2 زائد NaOH يطلع لنا Na2SO3 زائد H2O. تمام، هذه المعادلة الأولى. أوكي، هذه المعادلة الأولى. الثانية قايل لي Na زائد H2O، Na هذه Na زائد H2O يطلع لنا NaOH هذا. وبعد عدي هم ما بصفحة 46، Na زائد Al CaL Cl3 هياته. أوكي؟ تمام. هسه يقول سؤال الأخ، يقول كيف يتم استخراج كلوريد الصوديوم؟ كيف يتم استخراج كلوريد الصوديوم؟ هذه صفحة استخراج كلوريد الصوديوم هياته. استخراج كلوريد الصوديوم، هذا استخراج هياته. هاي يا ماما استخراجه، تقرونه هذني كيف يتم استخراج كلوريد الصوديوم. تمام، زين. يقول لك علل ما يأتي، لا توجد عناصر الزمرة الأولى والثانية حرا في الطبيعة. هذا تقولون لشدة فعاليتها يستخدم كلوريد الصوديوم في حفظ المواد الغذائية. أقول لأن محلوله المركز يقتل البكتيريا التي تسبب التعفن. أذكر الفرق بين الجبس الاعتيادي وجبس باريس. هسه الجبس الاعتيادي يا ماما، أولا صيغته SASO4 2H2O، وهذا الجبس الاعتيادي. أما جبس باريس SACO4 بين قوسين 2H2O. الجبس الاعتيادي يتكون من جزيئتين من الماء، الجبس باريس يتكون جزيئة واحدة من الماء. الجبس الاعتيادي يستعمل في البناء، أما جبس باريس يستعمل في تجبير وفي صنع التماثيل. تمام، كيف يتم تحضير هيدروكسيد الكالسيوم؟ هذه صفحة 51 هياته، هذه صفحة 51. لحظة،
خل أعدل التليفون. ها يا ماما، كيف يتم التحضير؟ يتم هذا هيدروكسيد الكالسيوم صفحة 51. آخر شيء عندي، كيف يتم الكشف عن ثنائي أكسيد الكبريت CO2؟ أقول له من خلال إمرار ماء الكلس الصافي على غاز ثنائي أكسيد الكربون، فيتكون راسب أبيض من كربونات الكالسيوم، والمعادلة CiOH2 زائد CO2 يطلع لنا CiSO3 زائد H2O. هذه يا مامتي أسئلة كيمياء ثالث متوسط الشهر الثاني الفصل الثاني فقط.